إخواني وأخواتي في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلمة اليوم باللغة العربية. وكلمة اليوم هي كلمة الانتخابات، وهي جمع لكلمة الانتخاب بمعنى الاقتراع أو التصويت. نقول في الأمثلة التالية: كانت الانتخابات حرة ونزيهة، شابت الانتخابات أعمال تزوير، توقفت عملية الاقتراع بسبب هطول أمطار غزيرة في الدائرة الانتخابية الجنوبية. يجري التصويت الآن لانتخاب رئيس مجلس النواب. مشاهدينا، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لكم على كرم المتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.